لاري بيرد واحد من اساطير اللعبه والسلتكس، في وقت كانوا اغلب اللاعبي كره السله هم ذوي البشره السمراء، كان هو الوحيد صاحب البشره البيضاء، وكان يعني حتى لما تشوف البرامج يتكلمون عنه انه كان من اللاعبين اللي يستخدم الاسلوب خلينا نقول السيء في الحديث مع اللاعبين، وانه كان من قوه اللاعب يقول لك وش بيسوي، انا حروح من هنا واجي من هنا واسجل النقاط، وكان يسوي هذا الشيء فعلا. اليوم مين في بمستوى لاري بيرد؟ اوكي بس بقول لك مين، بس تدري ان لاري بيرد من دوري التراش توك اللي يسويه في مباراه راح للفريق الخصم هو يلعب بيد اليمين، قال اليوم ما راح استخدم يد اليمين ولعب بيد اليسار بس، وسجل عليهم اكثر من 25 نقطه و30 نقطه. معقوله هذه القصه حقيقيه؟ حقيقيه موجوده الصور، تشوف الفيديوهات، وسجل بس بيد اليسار وفاز. هي يعني هو كان لاعب عظيم، لاعب ممتاز جدا وسابق عصره، حتى يعني في الزمن السابق ما يسجل ثلاثيات كثير، بس هو كان من افضل الجيل اللي يعمل هذا الشيء. ثنائيته مع ماجيك جونسون، اي هو كان واللي خلى هذا الشيء يكون حقبه الثمانينات مميزه، ان هم اثنينهم تقابلوا في الجامعات ضد بعض، ماجيك جونسون ولاري بيرد، بعدين واحد منهم راح الليكرز وواحد منهم راح السلتكس اللي هم اعظم فرانشايز او اعظم فريقين في تاريخ الدوري، وصلوا للنهائي 5 مرات، الليكرز فاز 3 والسلتكس فاز 2، فكان في تنافس كبير في هذيك الحقبه بين هذول اللاعبين وبين هذ الفريقين، فالموضوع الاعلامي انتشر بشكل كبير جدا، وبعدين جاء مايكل جوردن وساهم في انتشار اللعبه، عشان كذا مايكل جوردن هو اول من نشر اللعبه خارجيا. جميل. بس انه لاري بيرد وماجيك جونسون كان دائما يتكلمون انه بحضور مايكل جوردن كان يقولون نيو شرف ان تاون، خلاص يقول لك ذيرز نيو شرف ان تاون، خلاص عرفوا ان هذا غير طبيعي. خلينا مايكل جوردن، لاري بيرد وماجيك جونسون كانوا هم اعظم لاعبين في اعظم فريقين صح؟ اي في الثمانينات. وبعدين هم ايش صار فيهم؟ اعترفوا ايش؟ انه في ذيرز نيو شرف ان تاون، يعني ايش؟ في لاعب، في حاكم جديد، في حاكم جديد في اللعبة، هذول اعظم اثنين اي في وقتها، وسلموها الرايه الاثنين مع بعض. اي لان ليبرون لسه ما لعب وقتها. لا انا ما اتكلم عن ليبرون، خلينا الحين في جوردن، هم سلموا الرايه الاثنين. اي نعم اكيد، ومستحقاق. بس شوف مايكل جوردن لما بدا يجيب بطولات يعني من 91 ل 98 في الفتره اللي لعب فيها ما حد قدر عليه.